الابتسامة التي كانت لدى المترشحين خلال امتحان اللغة العربية زالت خلال امتحان مادة الرياضيات خاصة لدى تلاميذ الشعب العلمية التي تعتبر مادة الرياضيات بالنسبة اليهم احدى مفاتيح اقتطاع تأشيرة الجلوس على مدرجات الجامعة شوية يا اخو كان شوية صعب ما, نقدرش نقول واحد ليقرأ ولا زعما ما, ما يحلوش ولا سوى واحد لي يلقى صعوبة تشغل ف... شوية لي زيكزارسيس شوية أسئلة يلقى فيهم صعوبات كان طويل بارابول لي سيجي لي حليناهم وصعيب ولا يختلف الوضع كثيرا لدى المترشحين في الشعاب الأدبية الذين يمقتون هذه المادة إجماع لدى غالبيتهم على صعوبة موضوع مادة الرياضيات صراحة كان صعيب شوية بورتو احنا شعبة أدب ما راهيش مادة أساسية ولكن كان سيجي شوية صعيب سي كان لي كان يقول بلي كان عم يعاونوا فينا لي سي ساهلين هكذا كتاب الهضره اللي قالت اليوم بان بلي سجي صح واعر الماتش اللي تي با بور دو لاد سي با فريمون ماشي كيما كنا نستناوه كنا نستناوه ساهل باسكو الشعبات شعبه تاع ادب وفلسفه لا ماتير هاديه لي با ايسونسييل لا غضبوا نفس بزاف واعر ما كنا نستناو فيه وان شاء الله نخدموا بدعاء الوالدين ان شاء الله نجيبوا الباط امين واعر واعر طالنا سجي واعر بزاف اليوم الثاني من البكالوريا لم يكن كاليوم الاول فعلى الرغم من صعوبه ماده الرياضيات الا ان تفاؤل التلاميذ لا يزال كبيرا فيما تبقى من مشوار الامتحان